ذهبت هذه العناصر إلى مصر وانضمت إلى هذا التنظيم وأصبح من أقوى التنظيمات الموجودة. كان عنده 3 معسكرات أيام مرسي العياض. إذا خدنا في الاعتبار ما يحدث في ليبيا وتسريب عدد كبير من العناصر من ليبيا، بعد ده حصلت حاجة غريبة جدا رصدتها أجهزة كتير الحقيقة أمنية مصرية وغربية، وهو نداءات عديدة من داعش إلى كل من يريد الهجرة إليهم يهاجر إلى سيناء، من المصريين تحديدا: إذا عايز تنضم إلى تنظيم داعش وفر وقتك ومجهودك، ما تجيش ناحية العراق وسوريا، احنا منظمين كويس مترتبين كويس، روح لتنظيم أنصار بيت المقدس وقاتل الطواغيت في مصر وهو الجيش المصري. ده خلى الحقيقة عناصر في منتهى الخطورة، بعضهم كان ضباط في سلاح الصاعقة المصري، ينضموا إلى أنصار بيت المقدس، وده اللي طور العمليات في سيناء تطوير نوعي شديد جدا، لأنهم يعلمون كيفية تحرك القوات المصرية على الأرض، كيفية دفاعاتها كذا كذا كذا، أعداد قليلة جدا لكنها أعداد مؤثرة جدا. اشترك بعضهم في عملية الفرافرة وعملية ومحاولة اغتيال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم في القاهرة، واشترك البعض الآخر في العملية الأخيرة. وأكاد أجزم أن أحدهم وهو من أخطر عناصر هذا التنظيم اللي تم فصله من القوات المسلحة منذ عامين بمرض نفسي، الآن هو الذي قاد هذه العملية، وتوصلت كل خيوط أجهزة الأمن إلى اسمه ومكان تواجده، والآن يتم المطاردة على هذا الأساس، أساس وجود عنصر كان في الصاعقة المصرية قاد هؤلاء المهاجمين، لأنه كان في غالبا 4 اتجاهات كان المفروض القوات المساندة تيجي منها. هذا الرجل عمل كمينين في اتجاهين فقط، والاتجاهين جت منهم القوات بالفعل، وما عملش كمينين في الاتجاهين التانيين، وده أثبت لقوات الأمن إنه هو كان فاهم قوي القوات هتيجي منين اتجاه بالفعل، وإنه على اتصال ربما بفرد أو بعنصر صغير داخل الفرقة دي، يعني سرب له معلومة إنه ممكن يبقى القوات المساندة تيجي من الطريقين دول، ما تجيش من الطريقين دول، وبالتالي لم يوزع مجهوده على 4 طرق وسد طريقين فقط في هذا الاتجاه.